مشاهدي قناة الساحل تي في، عسلامة ومرحبا بكم. اليوم قناتنا في مواكبة لتظاهرة استهلك تونسي وانقذ اقتصاد بلادك، اللي هي من تنظيم النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بسوسة. تابعونا في التقرير التالي. عملنا التظاهرة هذه حبينا نعملوا خاصة نركزوا على الاستهلاك التونسي، هي بصمة معناتها فهمتني بالاسم التظاهرة هذه. حبينا نوريو احنا اللي عندنا في تونس بالحق ما شاء الله من كل شيء فهمتني، علاش باش نمشيو برا نمشيو معناتها الاستهلاك الخارجي. عملنا التظاهرة هذه باش نوريو خاصة نركزوا على الصناعة التقليدية التونسية، باش نوريو الحرفيات اللي عندنا شنو هو عندهم، شنو هو الإبداعات اللي عندهم، شنو هو الابتكارات اللي عندهم. عندنا ما شاء الله من نساء تونسيات اللي عندهم ابتكارات ياسر حلوة، مبدعات ياسر، حاجات حلوين عندهم راك تشوف معناتها من كل المجالات من كل اختصاصات. عندنا من اللبسه، من الماكله، من اللباس التقليدي، من الاكسسوارات، من الكوفان، كل شيء تونسي 100%. حابين نشجعوا على الصنعه التونسي، على الاستهلاك التونسي، نبعدوا شويه على الاستهلاك الخارجي. هاك ترى ما شاء الله معناتها التظاهر هذه عملناها، حبينا بالحق نقولوا اي مواطن يجي يشوف ايش عندنا، يشوف التونسي شنو ينجم يستهلك، شنو ينجم يستعمل، خاصه كل يوم في داره عندنا كل شيء اللي يحب تستعمله من الماكله، كانك من الماكله عندنا ماكله تونسيه 100%، اللباس التقليدي، اللباس التقليدي 100%، حتى من اللي حولي نجم نبعدوا على كل الحاجات، على الحاجات الشنوة، على الحاجات نتاع الخارج ناخذوا. هاك ترى ما شاء الله حتى كيفاش تلبس انت مثل ريحان، ريحانة تحسها معناتها حاجة مزيانة برشا، ماهيش غالية، أما ترجعك الحاجة الزمنية قديمة فهمتني. لكن ترى المراوح كيفاش رجعوهم، هي مروحة تقليدية ما دخلنا فيها بصمة معناتها تراديسيونيل، ترى معناتها تنجم تستعملها في أي وقت. بالحق عندنا ياسر حاجة حلوين، وأني من هنا نجم نقول لك نشجعوا المواطن التونسي، إيجا شوف وإيجا تشوف وتفرج، ما تشريش مش لازم، أنا تشوف أما شوف شو عندك في تونس، شوف شنو لازم تسهلك في تونس، شوف تشوف المرأة التونسية خاصة فهمتني، ولا شنو تنجم تعمل في الصناعة التونسية. التظاهرة هذية باش فماشي ما نحسنوا في المردودية متاع الشراء والبيوع للإنتاج التونسي، خاطر ديما نحن نقولوا إنتاج تونسي يخافوا منه، ما فهمتش علاش يبريفير معناها المنتوج المستورد أكثر من المنتوج التونسي، وقت اللي نحن فريمون عندنا طاقات ممكن ياسر وإبداعات وواحد خير من المنتوج اللي يجيبوا فيه من برا. وإن شاء الله إن شاء الله تكون تظاهرة ناجحة إن شاء الله بإذن الله بقدرة ربي بالجماعة اللي معناها اللي كيفاش نقولوا نحن معناها المشاركين واللي نظموا هنا يعطيهم الصحة، فماشي ما نهضوا شوية معناها مع المعارض للصناعة التقليدية والمعارض نتاع المعارض الدولية تو اللي قاعدة تخدم كما معرض نابل مازال كيوفي، معرض سوسة أونكور زادة، وعندنا المعارض في الصيف نتاع إن شاء الله نتاع الصناعة التقليدية. ومرحبا بكم. أول مرة نشارك في الرابطة هذية، وحبيت نعرف المنتوج متاعي. حلو عربي تمثل في غريبة، في غريبة حمص هذية ملفوفة مش موجودة أول مرة إني نبتكرها، زوزة هذية بجوية، قرن غزال، دبلة. نشجع الصناعة التونسية وخاصة الحاجات التقليدية، حاجة ياسر مزيانة، ديما الاستهلاك التونسي هو أحسن حاجة. نعمل كل شيء ديجا فون كوير، زيد نصنع دي تانك لي بوشيت هذوما، زيد فما بلي بومبون، فما زيد بالخمسه كيما هذوما، يعني العربي حاجات كل يعني لي ماتيير، كل شيء ماتيير بريمير، كل شيء تونسي يعني.
مش حاجة يعني ديجا نعملها كل شيء نقدمها أنا بيدي فهمتني 100% تونسي فهمتني باش نعرفوا بمنتوجنا باش نشجعوا خاطر حاجات تونسية زادة حاجة تخدم البلاد أون فيت فهمتني حاجة متاعنا بلادنا مانيش باش نجيبوها من برا ولا حاجة حاجة تخدمنا أي أنا ديجا من تونس يعني ديجا جيت من تونس نخدم غاديكا مع السوق العربي مع ولاد العربي دي فورنيسور كبار يخدم من عندي حاجات بالجملة بالكرو فهمتني تمشي حاجة ماشية باهية اون بليس صافي جون حاجات تاع دي جون وكل شيء وهذا الموديل اللي طالعين السنة سيرتو لي بومبون والليرة وكل شيء طالعين السنة بالكدا انا وزميلتي نعملوا بانتور سورتو سيبور واليوم جبنا سيراميك اللي احنا منتوجنا الكل مخدوم باليد حابين نعرفوا بالمنتوج جينا جبنا دي بياس هكا ارتستيك باش نساهموا في التظاهره هذه ونشجعوا المنتوج التونسي ونستهلكوا كان تونسي ان شاء الله ميرسي سوس تي في وان شاء الله نشوفكم ديما هكا وتعرفوا بينا وتعرفوا بمنتوجنا وتساهموا معنا كيما احنا في كل تظاهرة باش نشجعوا شباب ونقدموا ان شاء الله ميرسي عايشكم